إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله بعث الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشريعة الإسلام يبطل بها معالم الوثنية وجميع صور الجاهلية ووضع لعباده سبحانه وتعالى حدودا من تعداها وتخطاها أدى بنفسه للهلاك والدمار وعرضها للعذاب وإنك لتعجب كيف هذا كيف بهذا الإنسان الذي وهبه الله عقلا وحكمة وعلما وخط له خطوطا لا يتعداها ثم يصر على معصية ربه والمجاهرة بفعل ذنبه وإن مما عمت به البلوى في هذه الأزمنة المتأخرة تساهل كثير من الناس في التعامل بالربا أكلا ومؤاكلا وبيعا وشراء قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا قيل كلهم يا رسول الله قال من لم يأكله أصابه من غباره رواه أحمد وغيره أيها الإخوة حديثنا في هذا اليوم إنذار وتحذير حديثنا عن عمل شنيع ومعصية عظيمة هي من أكبر الكبائر وأشد الموبقات وأعظم الظلم لما لها من خطورة وأضرار على الفرد والمجتمع هذا العمل قد اتفقت الشرائع السماوية كلها على تحريمه والتحذير منه وتجريم فاعله ووعيده بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة هذه المعصية هي الربا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وكفى بهذه الآية زاجرا فمن الذي يطيق محاربة الله ورسوله وفي آية أخرى بين الله جل وعلا أن الربا يجلب العقوبات ويمحق البركات قال سبحانه يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم نعم فمن دخل الربا في مال فما دخل الربا في مال إلا أذهب بركته وعرضه للنقص والآفات ليس ذلك فحسب بل إنه يمحق صاحبه ويقلق راحته ويكدر حياته ويضعف سيئاته أما إذا انتشر الربا في المجتمع وتجرأ الناس على المجاهرة به وإعلانه فإن ذلك مؤذن بأنواع من العقوبات الإلهية قوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون عباد الله إن مما يقلقنا أو يؤخرنا أو من المستحسن أن نعرف أن هذا هو حال المرابين في الدنيا أما حالهم في الآخرة فقد بين الله تعالى في قوله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة سبحان الله وفي حديث آخر
dirhamun fi riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashad min 36 zanya. Sahih at-Targhib lil-Albani. Wa yaqulu Ibn Abbas radiyallahu anhu, idha dhahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim 'adhab Allah. Sahih at-Targhib lil-Albani. Ibadallah, laqad bayyana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ummatihi bayanan shafiyan ayna yakunu ar-riba wa kayfa yakun. فقال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء رواه مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد إخوتي عباد الله إنه يجب على كل عاقل ظريف أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب وأن يزن أعماله قبل أن توزن له ويفتح عينيه ليرى الشمس شمسا ولا يراها قمرا وينظر بعين الاعتبار لقد عمت خطورة الربا وانتشرت في جميع أنحاء النيجر في القرى والبوادي لم تترك رجلا ولا امرأة ولا شيخا ولا شابا لا عالما ولا جاهلا ولا تاجرا وموظفا قبل كل يسعى في طلبها والركض وراءها في غمضة العينين دون النظر إلى العواقب يا عباد الله لقد كان سبب الرئيسي في كساد تجارتنا هنا في النيجر وخاصة في نيامي وتدهور شركاتنا واضمحلال وتلاشى أعمالنا المهنية في النيجر وانتشار الفقر والبطالة هو التعامل في الربا وخاصة في البنوك أو الشركات انظر إلى حال شبابنا اليوم كيف يتفاخرون بالربا حتى يرى بعضهم إنهم أفضل من غيرهم لا إنهم أفضل من غيرهم لولا معارفهم وشهرتهم وشخصيتهم المحترمة لما حصلوا عليها وأخيرا تكون العواقب وخيمة جدا بحيث أنه سيحصل ما زرع قبل أن ينتقل إلى دار الآخرة وهناك سورة ربوية مشهورة معلومة وهي أنك لو أخذت من شخص 100,000 فرنك مؤجلة لكن ذلك مؤجلة لكان ذلك ربا وهذا حق فإن هذه المعاملة من الربا الجامع بين ربا الفضل الذي يتميز بالزيادة وربا النسيئة الذي يتميز بالتأجيل ومثاله المشهور في زماننا القروض الربوية لدى البنوك للأفراد وللشركات المساهمة وقد ابتليت كثير من شركاتنا المساهمة بالتساهل بالربا اقتراضا وإقراضا فهي عند حاجتها للمال تقترض من البنوك الربوية قروضا بمبالغ كبيرة تمثل نسبا عالية من موجوداتها بفوائد ربوية صريحة وإذا كان لديها فائض مالي أودعته في هذه البنوك بفوائد ربوية وهذا النوع من الربا هو الذي يسميه العلماء ربا القروض
وهو أشد أنواع الربا وأشهرها وهو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بالنص على تحريمه ولذلك ينبغي أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع البنوك ومع الشركات المساهمة حتى لا نقع في مال حرام فنقع في الإثم العظيم وتمحق هذه الأموال يا مسلمين يوم